مرحبا، شلونكم صديقاتي؟ أنا اليوم ماخذة خواتي كلنا وكذلك بنتي وطفلي الصغير، رايحين على مطعم فرايديز. وهو مطعم أمريكي، في له فروع في جميع أنحاء العالم، فأكله جدا حلو فعلا. هو حتى ديكور يعني أو ستايل أمريكي بحت. فإحنا الحين رايحين له، والسبب إنه أكله لذيذ مرة، بنتي مرة تحبه. هذه البوابة حقتها مثل ما احنا شايفين، هذا الشكل العام للمبنى حق فرايديز. ومثل ما احنا شايفين دائما يحط عروضات حق الأكل اللي بيسويه، وهذا إطارات للنجاح حقهم. ونبدأ ندخل، تشوفون الستايل كله خشبي، وكذلك القعدات أو الجلسات تشوفونها فوقها زي اللمبة حقت بوكس، يعني كأنها حق لمبة اللي تجي في الأفلام حقين الجراج. شوفوا كيف الأركان كيف تكون، والسقف مرة عجبني، حتى السقف صاير لونه يعني أحمر زي الخشب. وهو كله ستايله من أول ما تدخلين على طول يعني يجي في بالك إن هذا ستايل أمريكي. وحتى لو تشوفون الخشب في كل مكان، الباركيه في كل مكان. والحين بفتح معاكم المنيو. مثل ما احنا شايفين هذا قسم الحلويات، وهذه المقبلات، شوفوا أسعارها كيف. وهذه السلطات مرة روعة يا بنات، أكلهم فعلا فعلا لذيذ. وهذه المشاوي مثل ما احنا شايفين، شوفوا السعرات الحرارية كيف حاطينها، لان هذا قانون حاطين البلدية للمطاعم يحطون جنب كل طبخة يسوونها السعرات الحرارية، وانت يا الزبون لك اختيار كامل الاختيار انك تاخذه او ما تاخذه بسبب السعرات الحرارية اللي فيه. جانا اول طبق طبعا شيبس، فوقه مايونيز وكاتشب وصوص الجبن وصوصات كثيرة، أتوقع يعني 3 صوص، كاتشب ومايونيز أو كريمة الثوم، والشيء الثالث اللي هو صوص الجبن. طبعا للأسف أنا التقويم عامل عمايله في أسناني، فماني قادرة أكل كثير لأنه الشيبس شوية خشن على اللثة حقتي. فولدي جدا حبه، هو فعلا فعلا رهيب بنات. صدقون انه لو بس شارين هذا شبعنا، مع انه احنا عددنا تقريبا 6، لكن البطاطس حجمه كبير، قاعدين ناكل ولا جاي خلص. وهذه الباستا حلوة عجبتني، بس يعني مش ذاك الزود. هذه مرة لذيذة يا بنات، هذا الدجاج مقرمش كأنه بروستد، وهذا مش كريمة، هذه بطاطس مهروس ومعاها كريمة الثوم، بس فعلا فعلا كريمة الثوم مرة روعة. طبعا عندهم ميزة روعة جدا، وهو إعادة تعبئة البيبسي أو العصير أو السفن أب، كل ما خلص يسوون له إعادة تعبئة لك. صدقون إن هذا مش على غاز ولا على نار يغلي، بدون يعني مثل ما يقولون الصينية من نفسها كلها. هذه أجبان، هذا مش بيض، هذه كلها أجبان، أنواع الأجبان يخلطوهم مع بعض، وحاطين رزيتو، حاطين روبيان أو جمبري. طبعا هذا غالي تقريبا ب75، وهذا الطبق مرة يفوز الصراحة، خصوصا الدجاج المشوي عجبني مرة مع الأجبان. وهو الطابع الغالب عليه المطعم الأجبان، يحطون مع كل طبق أجبان، فهذا شيء روعة صراحة، عجبني مرة. شوفوا كيف يتمطط أصلا الجبن ولا يخلص،
يعني مش مثل بعض المطاعم يحطون لك أجبان قليلة أو جبن في ناحية، لا هذا مغطي بالكامل، وهو طعمه ما أقول لكم جبن موزاريلا لأنه يعني مختلف شوي، طعمه أحلى صراحة. وبكذا أكلنا وعلينا وعليكم ألف عافية، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك والتعليق على الفيديو. شكراً.